دلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، منها تنظيم جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي. النهاردة كمان هيتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ده غير إنه في 3 مباريات قوية في الجولة الثانية بالدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق جلسة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي. الجلسة هتكون برئاسة الفريق كامل الوزير ووزير النقل، وهيتم فيها مناقشة الفرص الاستثمارية في وزارة النقل في حضور ممثلي أكبر الشركات العالمية والمحلية اللي بتعمل في مجال الإدارة والتشغيل في قطاعات الوزارة، وأيضاً ممثلي الشركات العالمية والمحلية اللي بترغب في الاستثمار في قطاعات النقل المختلفة. النهاردة هيتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالوزارات والهيئات والجهات التابعة ليها. كمان النهاردة هينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة تيكو سي يو، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول المصري، ورشة عمل بعنوان التغيرات المناخية والأثر البيئي وآليات التكيف، وده بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة، هيلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي الساعة 3 العصر، والساعة 5 هيلتقي الاتحاد السكندري مع الداخلية، والساعة 7 هيلتقي فيوتشر مع المقاولين.